امرار. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم الجياويه بري. السلام عليكم. الاسم ديالي خياط احمد، عندي اعاقه، ما خدام ما والو، كنت كنتا الخياطه وهذا، ومع سن الكبر ديالي والعوينات مشاو والصحه بدات تقلال، يعني الناس بقينا كنبحثوا، تلاقيت مع واحد السيد يعني باش نتحرك 5 سنين ونص وانا مريح من العمل، ما خدام ما والو، عندي محل يعني كنت كنعمل فيه الخياطه، الكره ديالو ما كافيش مع المصاريف ديال الوليدات والعائله والزمان والصحه، ما عندي حتى تغطيه صحيه، ما عندي والو، عاد بقيت الناس اللي هما مساكن بقيت فيهم، يعني شي ناس ما لا ذاك الاسم ديالهم، الله يعطيهم الله يجزيهم بخير، هما اللي وقفوا معايا عطوني هذا الباركينغ، ولكن بالمقابل مره ندخل مره ما ندخلش، يعني واحد يعطيك دراهم واحد يهرب عليك وواحد يعطف عليك وواحد يعني، وكنطلب الله سبحانه وتعالى وهاد الناس مسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا يعني لا تغطيه صحيه لا والو، ما عندي ما نقول يعني الكلام كثير والانسان كيعجز على الذكر بزاف ديال الحوايج، وكنطلب من المسؤولين الله يجازيهم بخير، ولو غير يشوفوا فينا غير نظره، حنا العكاكز كنشريوهم صباط لاباراي، يعني لو وريتكم على زيت غير السروال وشتو، والله اقسم لك بالله الا حد منهم غير بصماتهم مقطعين، حد منهم غير بالبوندات وبهذا، وكنطلب الله سبحانه وتعالى من المسؤولين يعاونونا ويشوفوا فينا ويشوفوا من حالنا. لا يعني اعاقه مكتسبه من 9 شهور دابا في العمر ديالي 59 عام، يعني لو وريتكم لاباري راه كل رجل فيها 3 كيلو، يعني راه سي ترو، الانسان باقي هاد الصحه وباقي الانسان كيستحمل، راه واحد العزيمه هاد الجو ممطر، واش غدير طرف ديال الخبز صعيب. شكون كيشتغل معاك؟ كتشتغل معايا المراه ديالي هي اللي معاوناني بالعود، ما غادي الانسان يخدم هذه المراه ديالي كتشتغل غير من سعد من الطريق، يعني هذاك الصريف اللي مسكينه كتدير كتعاوني على الزمان وتعاوني على الوقت وصافي. الكراء اش نقول لك، كل مره شحال كنعطيو، مره 100 درهم مره 50 درهم مره 70 درهم، يعني داك الشيء اللي كاين كنقسموا حنا، يعني داك لابار كنقسموا حنا 4 الناس، هو كيدي لا مواتي وحنا 3 الناس كنديو، الله كنديو ديك لا مواتي الاخرى، يعني الله كتجينا 40 درهم 50 درهم 70 درهم، بعد مره كنخدموا فابور بحال غد الجمعه واليوم الخميس حتى شي نهار ممطر، واحد يعطاك واحد ما يعطاكش، كل وغير الناس هذيك جوج دراهم اللي دايره هويا مثلا دايره الدوله، جوج دراهم ما كافياش. واش كاين تعاطف من عند الناس اللي كيدوزوا؟ من طبيعه الحال لا بغى يعطيني جوج دراهم كيعطيني 3 دراهم، كل واحد يعني كاين الناس اللي كيعاطفوا، ماشي زعما باقي الرحمه هو غالبا، والله اقسم لك بالله شي كيضحك كيشوفك جايب عكاكز وكيدير راسو كيهضر في التليفون ولا شي لعيبه هكايا، ولا كيقول لك اسمح لي تنبغي نخرج وكيمشي، والانسان ونطلب الله سبحانه وتعالى. نعم خويا كخير اخيرا كنشكركم انتم اللي شتوني في هذه الحاله وعملتوا معايا هذا الروبورتاج، وبغيت نوصل هذه الرساله بكم انتم، يا بكم انتم بغيتكم توصلوا هذه الرساله للناس المسؤولين يشوفوا من حالنا ويعطفوا علينا، ولو غير تطبيب ولو غير يعطونا شي بوست حنا نخدموا، داكشي اللي جاب الله غير اللي جاب الله، بنادم ما يبقاش انسان كاري ويجي عندك مور رسيطة ولا يجي عندك هذا ولا يجي عندك شي مسؤول ولا يقول لك انت اش كدير هنايا. انا كنطلب من الناس ديال المسؤولين ديال المحمديه ومن الجامعه ديال المحمديه ومن العمل ديال المحمديه يشوفوا من حالنا ويعطونا ولو غير شي مقر اللي نستافدوا منه، ولو غير تنعيشوا تنمشوا بحالنا، حنا ما غاديش ندوموا فيها، والله يخلصكم، وانتم كنشكركم بزاف.